مساء الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج رايك بصوتك. كلنا عارفين ان الحكومه بتعمل حاليا على تعديل قوانين تنظيم الانتخابات البرلمانيه اللي بتتمثل في ثلاث قوانين: تقسيم الدوائر، مباشره الحقوق السياسيه، ومجلس النواب. وده بعد ما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر وبعض المواد في قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. الحكومة دعت الأحزاب والقوى السياسية لحوار مجتمعي حول التعديلات اللي أعدتها على هذه القوانين للتوصل إلى حلول لبعض المسائل الخلافية بتلك القوانين. موضوع حلقتنا النهاردة هو جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات. خليكم معنا بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. إذن 75 حزب هيشاركوا في جلسات الحوار المجتمعي اللي دعت إليها الحكومة حول قوانين الانتخابات، وهتعقد على عدة أيام بمقر مجلس النواب للاستماع لرؤيتهم الخاصة بخصوص التعديلات المقرر إدخالها على قوانين الانتخابات وبما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا. الجلسة الأولى من هذا الحوار المجتمعي الحقيقة تمت النهاردة، شارك فيها 15 حزب، أبرز هؤلاء الأحزاب الوفد، المصريين الأحرار، المصري الديمقراطي الاجتماعي، وطبعا بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. عقب الجلسة قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إنه كانت في حالة توافق خلال جلسة الحوار المجتمعي، وقال كمان الجميع تقدم برؤى لصالح الوطن. أوضح أيضا أنه في إجماع من القوى السياسية على أهمية الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وتابع أيضا المهندس إبراهيم محلب تعليقا على سؤال لي عما إذا كان في اتجاه أن هم يعدلوا النظام الانتخابي، قال أهم شيء حاليا تعديل البنود اللي بيشوبها عوار دستوري، علشان ما نرجعش مرة تانية نقول أنه في عوار دستوري ونرجع للمربع الأول ونقطة الصفر. أيضا علق منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة على جلسة الحوار المجتمعي اللي شارك فيها، قال إحنا قريبون جدا من التوافق، يعني إحنا قريبين من التوافق، ودي حاجات مبشرة جدا. كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بنفكر حضراتكم بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن إيه بقى؟ تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، عدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان اللي بيتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح. خلينا نتكلم مع دكتور أسامة الخولي، الدكتور حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد اللي كان حاضر جلسة الحوار المجتمعي الأولى النهاردة. تحياتنا لحضرتك يا دكتور. أنا مهندس يا فندم، بس أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وعفوا المهندس حسام الخولي، أهلا بيك. أهلا بيك. حضرتك قول لنا بقى، نقل لنا ما الذي تم أو نتيجة جلسة الحوار المجتمعي الأولى النهاردة كانت إيه من خلال رؤيتك الخاصة؟ الحقيقة هو لقاء جميل، لأن في الأول والآخر يعني إحنا يعني أنا كنت بقول من قبل ما ندخل اللقاء، ما كنت بتسأل إحنا مش رايحين حد يفرض وجهة نظر معينة، إحنا رايحين مفروض نفكر مع بعض على حاجة تطلع سليمة دستوريا وفي نفس الوقت بتريح الناخب وبتريح المناخ السياسي. فهو ده من المنطلق اللي الجلسة نفسها كانت فيها. ما ننساش برضو ان اللقاء مع رئيس الوزراء هو رئيس وزراء مصر، مش رئيس وزراء حزب معين، وبالتالي هو رئيس الوزراء بتاعنا كلنا. يعني احنا واحنا ما قاعدين دايما مع افراد الحكومه حاليا من بعد 30
يونيو ما بيبقاش فيه ايه، لسه ما عندناش حكومه او معارضه، وبالتالي دايما اللقاء بيبقى بيتسم بالشفافيه، ما فيش مشكله مع حد. الكلام اتقال على الانتخابات، كنا بنتكلم على الدوائر الانتخابيه، وكنا بنتكلم في الاصل برضو على هل الفرد هيتقسم 40 و40 و20، والكلام خدنا في الاول والاخر على 20% الفئات الخاصه اللي هي كانت مقسمه على 4 دوائر، 2 15 و2 45. ودي كانت شكوى عامه مننا ان الدايره ال 45 دي زي ما كنت مسمي دايره فيهم دايره السودان اللي هو من كوبري قصر النيل لغايه حلايب وشلاتين، منطقيا مش ممكن. في نفس الوقت برضو الدايره الثانيه اللي هي القاهره كانت بتضم القاهره والقليوبيه والمنوفيه والغربيه وكفر الشيخ والدقهليه، لو ما نسيتش محافظه كمان، كل ده كان دايره واحده. دي فيها عدم المنطقية، في حين ان القانون قبل ما يطلع اصلا كان ماشي على ان كله 15، وبعدين هم كانوا جمعوها قبل ما يطلعوا القانون عملوها ايه 45 و45. احنا طالبنا انها ترجع كلها 15. يعني ايه 8 قوائم ب15 للفئات اللي هي المحدد عليها في القانون المستثنية. الطلب ده الى حد ما كان عليه اجماع الا تيار الاستقلال. ما عدا تيار الاستقلال؟ واحنا ما لقينا في تيار الاستقلال، يعني الحقيقه يعني انا اسف كان في معانا رؤساء احزاب من تيار الاستقلال، انا اسف انا ما كنتش اعرف اساميهم، يعني ما اقدرش اقول لحضرتك مين او اسامي احزابهم، ولكن في الاول والاخر اما لقينا كده كل الاحزاب اللي احنا نعرف بعض الحقيقه يعني مضينا على جواب وسلمناه رسمي لرئيس الوزراء والسيد وزير العداله الانتقاليه على تقسيم ان يبقى 8 دوائر. الاحزاب اللي مضيه اذا خلينا نقول انه الاجماع كان على انه يكونوا 8 دوائر، مظبوط؟ بالظبط كده يا فندم. وعلى الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه العليا، مظبوط؟ لا، اتكلمنا كلنا طلبنا الرقابه السابقه، ولكن الحقيقه اتكلم فيها كويس قوي نائب رئيس المحكمه الدستوريه السابق اللي هو حاليا في اللجنه، واتكلم قال ان هو وهو في المحكمه الدستوريه ما كانش بيحب الرقابه السابقه، انما بعد ما دخل اللجنه وشاف الوضع الانتخابي يتمنى ان يبقى في رقابه سابقه، ولكن هناك إشكاليات كبيرة قانونية عشان الرقابة السابقة، وبالتالي سيتم تدارك ذلك أو محاولة تدارك ذلك. هي إشكاليات دستورية مش قانونية يا باشمهندس. بالظبط كده، الرقابة السابقة في الدستور محددها تماما، يعني محددة، فبيحاولوا، أنا بتكلم اللجنة والحكومة وإحنا كلنا نجيب مخرج لكده، احنا كلنا عاوزين نأمن البرلمان، يعني في الحته دي محدش عاوز طبعا حاجه غير انه يأمن البرلمان. بالنسبه للثمان قوائم اللي اقول لحضرتك الاسماء الاحزاب اللي وافقت، يعني حزب الوفد، حزب المصريين الاحرار، حزب المصري الديمقراطي، حزب التجمع، حزب المؤتمر، حزب الحركه الوطنيه، حزب مصر بلدي، حزب الاصلاح والتنميه، حزب المحافظين، هم دول يعني اللي احنا كنا اما تجمعي دول يعني مش هيخرج منهم عضو واحد في البرلمان السابق، يعني نعم. هم دول كان لهم كراسي كلهم. طيب. يعني انا بشكر حضرتك شكر جزيل البشمهندس حسام الخولي، وانا قبل ما اطلع فاصل بس عايزه افكر حضراتكم موضوعنا النهارده هام جدا، احنا مهم قوي ان احنا نتمم الاستحقاق الثالث من خريطه الطريق بمجلس نواب يكون عونا للرئيس وليس عبئا عليه، مش عايزين نرجع مره تانية لنقطه الصفر ونقول في مشاكل وفي عوار دستوري. بعد الفاصل مع التفاصيل. اللي ما تبعناش من أول الحلقة قبل ما ننتقل على الهواء مباشرة كالعادة يوميا لنقل جزء من المؤتمر الصحفي اللي بيجريه العميد أحمد العسيري المتحدث باسم عاصفة الحزم، بنتكلم كنا عن جلسات الحوار المجتمعي اللي بدأت أولى جلساتها النهاردة الخميس حول تعديل قوانين الانتخابات
اللي كانت المحكمة الدستورية العليا قد يعني حكمت ببطلانها، وده كان فيما يتعلق بنقاط هامة جدا وهي تقسيم الدوائر الانتخابية، مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. الحقيقة أنه لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عكفت أن هي تعدل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ده في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء هذه التعديلات اللازمة على هذه القوانين. كان مقرر الانتهاء من التعديلات أمس الأربعاء، حيث انتهت مهلة الشهر اللي حددها رئيس الجمهورية للحكومة فور صدور حكم الدستورية العليا. المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية قال أنه تم تأكيد خلال الاجتماع أنه ما يثار حول أن الدولة عايزة تطيل أمد الانتخابات ده كلام غير صحيح ولا يخرج عن كونه شائعات لا أصل لها. وأضاف أيضا في تصريحات صحفية بعد انتهاء الاجتماع رد على اعتراض القوى السياسية على عدم دعوتها فور انعقادها، قال أن اللجنة كانت حريصة على أن هي تضع ضوابط لعملها، ومن غير هذه الضوابط يصبح الأمر عبثا ويصبح مضيعة للوقت. أشار كمان إلى أن اللجنة أكدت للمشاركين أن هي أخذت بعدد من مقترحاتهم واستفادت منها في عملها. تابع أيضا المستشار إبراهيم الهنيدي قال أنه بعض المشاركين طلبوا بتعديلات جديدة، وبعضهم طالب بإعادة النظر في العملية الانتخابية بالكامل، وفي ناس ذكروا أنه في ضوابط جديدة للقوائم ونظم جديدة، وأنه البعض طالب بزيادة عدد المقاعد إلى 600 مقعد، وده شيء اعترض عليه البعض الآخر معتبرين أنه هذا هيعطل البرلمان واكتفوا بالعدد الحالي المتفق عليه. معانا دلوقتي الدكتور علي عبد العال عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تحياتنا ليك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك دكتور علي. حضرتك حضرت الاجتماع الاول للحوار المجتمعي بالضبط اليوم مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير العدالة الانتخابية. تمام، خرجت بإيه حضرتك من هذا الاجتماع؟ والله خرجنا يعني احنا استمعنا استماع جيد كلجنة، ردينا على بعض النقاط ولكن الحصيلة كانت إيجابية. يعني أستطيع أن أقول وبصراحة إن الجميع كان بيدفع نحو إجراء الانتخابات على وجه السرعة، وإن على اللجنة أن تبني على ما تم عمله قبل هذا الاجتماع، وإن ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته فيجب أن ينصب التعديل على هذا، وحصيلة الاجتماع يجب البناء على المكاسب الدستورية اللي حققتها المحكمة الدستورية زي دسترة القوائم، زي دستور توزيع الفئات الواجب رعايتها من الناحيه الدستوريه داخل هذه القوائم، انه الكل اللي يكون ممثل، المحافظات كلها جميع المحافظات تكون ممثله، الاماكن الحدوديه والاماكن المهمشه بالظبط كده. كل هذه مكاسب دستوريه كان الاغلبيه متجهه. طبعا لا يمكن يبقى في اتفاق على قانون الانتخابات، قانون الانتخابات قانون سياسي، قانون كل حزب بيحاول بينظر ليه من وجهة نظره الخاصة طبقا لما يخدم خريطته الانتخابية إلى آخره، ولكن الانطباع العام، المحصلة العامة أو الحصيلة العامة لهذا اللقاء كانت إيجابية، بمعنى إن البناء على ما حققته اللجنة. طب إيه الفرق؟ أنا عايزة بس أحدد يعني نقاط بس يهم المشاهدين يعرفوها. يعني بيقولوا لي طب إيه الفرق بين الاجتماع اللي حصل النهاردة، يعني أولى جلسات الحوار المجتمعي اللي حصل النهاردة مع رؤساء الأحزاب، والحوار اللي تم قبل كده معاهم حول بطلان بعض القوانين فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، وكان حصل حوار قبل كده؟ يعني الرئاسة كانت عملت حوارات قبل صدور القوانين اللي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها، وكان في حوارات. ايه الفرق بين الحوار النهاردة والحوارات اللي تمت قبل كده؟ الحوار الاول اللي هو اجرته الرئاسة كان الحوار قبل القانون ما يتم وضعه، فهذه التصورات كانت تحت بصر اللجنة وهي بتعد الثلاث قوانين، قانون الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر. اللي حصل اليوم ان في مستجد جديد، قضت المحكمه الدستوريه ببعض عدم دستوريه
بعض نصوص قانون تقسيم الدوائر بمعنى أدق خاصة ببعض الدوائر في النظام الفردي. الحوار النهاردة اللي كان بيتم مع الأحزاب، هل إن إحنا نجري تعديلات لكل القوانين؟ هل نجري تعديلات لما قضت المحكمة بعدم دستوريته؟ هل نعيد صياغة القوائم إلى ثمن قوائم؟ ده يمكن كانت فيه وجهات نظر متعددة، ولكن وجهة النظر الغالبة على هذا الاجتماع هي البناء على ما تم تحقيقه من مكاسب دستورية طبقا لأحكام المحكمة الدستورية، إبقاء القوائم الأربعة، أيضا إبقاء الحدود التمثيل المحافظات الحدودية، إبقاء تمثيل الفئات اللي حدد الدستور حمايتها داخل هذه القوائم. ولكن يمكن كان النقاش بينصب على الحكم اللي صادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية التمتع بالجنسية المصرية منفردة، أي إباحة الترشح للحاصلين على جنسية أخرى. دي يمكن اللي كانت مثير أثارة النقاش داخل الاجتماع. البعض كان معترض جدا ان يبقى جنسية اخرى يعني تزاحم الجنسية المصرية، وكان طيب يعني خلينا نلخص كده ونقول، هل كان في اجماع كلي ولا اجماع جزئي او توافق جزئي، ولا كان في اختلافات كتير؟ لا، انا اقول لحضرتك وانت اعلامية لامعة، ان أي قانون ليه صبغة سياسية زي قانون بشرة الحقوق السياسية مجلس النواب لا يمكن يبقى عليه إجماع، لأن بيبقى في أحزاب وكل حزب له وجهة نظره في قوى سياسية في تجمعات أخرى، كل واحد من دول بينظر إلى القانون الانتخابات من وجهة نظره اللي بتحقق مصالحه طبعا طبقا للخريطه الانتخابيه اللي هو محدده. تمام. فبالتالي لا احنا كان عندنا هذا الانطباع ان حيكون هناك اجماع، ولا اعتقد الحاضرين كانوا يعني عندهم اعتقاد ان هم حيطلعوا كلهم متفقين على وجهه نظر معينه، ولكن احنا بنقيس وجهه النظر الغالبه. وجهه النظر الغالبه كانت بتصب ناحيه ابقاء ما تم تحقيقه من مكاتب دستوريه والبناء عليه تمام، للإسراع بإجراء الانتخابات، لأن يعني إن إحنا يعني إن نبدأ إعادة النظر في كل القوانين قد تؤخر الانتخابات إلى أكثر من سنة، والجميع كان حريص على إجراء الانتخابات في أسرع فترة ممكنة. طيب. ويمكن هذا في نقطتين بس يهمني أطرحهم مع حضرتك قبل ما أنهي هذا اللقاء. عايز أعرف فيما يتعلق بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، هل في إجماع على ذلك أم لا؟ لا، هم الرقابة السابقة أثرها البعض، ولكن إن إحنا كأعضاء لجنة عندما وضحنا مدى يعني صعوبة الأخذ بالرقابة السابقة في ضوء نصوص الدستور الحالية، الجميع اقتنع. يعني كانوا البعض كان بيعتقد إن مجرد تعديل في قانون المحكمة الدستورية في النص على الرقابة السابقة الأمر انتهى. لا، في عهد دستورية، لأن كانت الأعمال التحضيرية وإحنا بنضع الدستور قاطعة في عدم الأخذ بالرقابة السابقة. الرقابة السابقة كانت موجودة في دستور 2012 وعدلت عنها لجنة العشرة في الدستور وعدلت عنها لجنة الخمسين في الدستور، فأصبح الأخذ بالرقابة السابقة يستوجب أو يقتضي تعديل الدستور، وهذا أمر غير مطروح الآن. الجميع اقتنع أن لا يمكن إعمال الرقابة السابقة في ضوء نصوص الدستور الحالي. تمام. طيب فيما يتعلق باستبعاد حزب النور، كان في يعني جدل حول هذا الامر، وصلتنا معلومات انه في ناس كانوا يعني بيلفتوا الى انه مش عايزين، يعني شايف الموضوع زي هل هيتم استبعاده ولا هيتم استدعاء حزب النور والدخول في هذه الحوارات المجتمعيه ولا ايه؟ طيب دكتور علي عبد العال، عموما تحياتنا لدكتور علي عبد العال عضو لجنه تعديل قوانين الانتخابات، ومعانا دلوقتي دكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء النور. دكتور وحيد، حضرتك كنت موجود في الاجتماع النهارده؟ لا الحقيقه لا. طيب من خلال حضرتك كخبير ومحلل في الدراسات السياسية والاستراتيجية،
يعني ايه اللي ممكن تخلص اليه من الجلسه الاولى لبدء الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات وما نشر عن رئيس مجلس الوزراء او ما قاله المستشار ابراهيم هنيدي وزير العداله الانتقاليه؟ حضرتك متفائل يا فندم؟ اولا من الناحيه العلميه هذه الجلسه لا يمكن ان يطلق عليها حوار ليه فندم؟ سواء مجتمعي او غير مجتمعي، لانه اسمها الدقيق من الناحيه العلميه جلسه استماع. في جلسات الاستماع تستدعى اطراف معينه للاستماع الى وجهات نظرها واقتراحاتها بشان امر معين. الحوار مساله اخرى تماما. الحوار هذا بيكون له جدول اعمال محدد بيتفق المشاركون فيه عليه، وبيكون له هدف يعني آلية واضحة الأول كيف سيسير هذا الحوار، كيف سيتم التعامل مع النتائج التي سيخلص إليها، وبالتالي بيكون في عملية متكاملة لها بداية ولها نهاية. لكن ما نحن بصدده هو عدة جلسات استماع تم تقسيم الأحزاب والقوى السياسية على 5 مجموعات، سيستمع إلى كل مجموعة لأنه العدد كبير، فهو لقاء يطرح فيه الحاضرون ما يعتقدون فيه، تستمع اللجنة ومعها الحكومة إلى هذه المقترحات. والأرجح أنه يعني هذا الاستماع لن يترتب عليه شيء جديد جوهريا، لأنه الوصول إلى شيء جديد فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية يحتاج إلى حوار بالمعنى الدقيق للكلمة بالصيغة التي تحدثت عنها، وليس إلى جلسات استماع. هذه الجلسات يعني تحدث نوع من قدر من الرضاء لدى كثير من الأحزاب. يعني حضرتك شايف أنه لن يؤخذ في الاعتبار اعتراضات بعض القوى السياسية حول بعض الأمور أو القوانين المنظمة العملية الانتخابية؟ يعني ما أتوقعه هو أن يعني ما سيستمع إليه قد يؤخذ منه يعني بعض التفاصيل الصغيرة فيما يتعلق بمسألة تقسيم الدوائر الانتخابية، وخاصة يعني بشأن القوائم المطلقة التي يطالب عدد كبير من الأحزاب بزيادة عددها وتقليل عدد الأعضاء في كل قائمة بحيث تكون هناك 8 قوائم على مستوى الجمهورية بدل من 4 قوائم. لكن تغيير في نظام الانتخاب نفسه لا أتوقع ولا أعتقد إنه هذا وارد، وأننا يمكن أن نبدأ العملية من جديد فيما يتعلق بإصدار تشريع جديد في قانون جديد لمجلس النواب أو تعديل جوهري فيه. يعني ستصل هذه الجلسات إلى تعديلات طفيفة جدا تفصيلية ربما لم تكن تستدعي يعني استهلاك كل هذا الوقت في جلسات الاستماع. طيب انا بشكرك جدا شكر جزيل الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، ومعنا دلوقتي الدكتور يحيى ادري نائب رئيس حزب الحركه الوطنيه، تحياتنا لحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور يحيى حضرتك كنت حاضر النهارده بدايه اجتماعات الحوار المجتمعي؟ ايوه فندم. طيب يعني هو الحقيقة الدكتور وحيد عبد المجيد إذا ما كنتش حضرتك سمعت إلى اللي قاله بيعترض على فكرة أنه نسميه حوار مجتمعي، وبيقول أنه دي مجرد جلسات استماع والتغييرات هتكون طفيفة جدا ولن يؤخذ في الاعتبار الاختلافات أو الاعتراضات على بعض القوانين المنظمة العملية الانتخابية. حضرتك شايف ده إزاي بما أنه حضرتك حضرت النهاردة أولى الجلسات؟ هو فعلاً من الواضح أن الحكومة و وزارة العدالة الانتقالية بتاخد الأمور بجدية شديدة لإتمام تصحيح القوانين التي بها العوار وسرعة إتمام الانتخابات البرلمانية. ولكن هل سوف تسفر هذه الجلسات
اللي سماها الدكتور وحيد انها جلسات استماع، وهي فعلا هي جلسات استماع واستبيان لما تاخذ به الاحزاب على ما هو موجود، وبيتم تسجيل كل ما انتهى اليه كل حزب من افكار يطرحها في الاجتماع، لكن لم يكن هناك اي اتفاق على شيء سوف يتم. احنا قلنا اللي عاوزينه، الحكومه ورئيس مجلس الوزراء سمع وايد عنده ما نطالب به، وابدى وفي اثناء الجلسه كثير من الاقتناع بما توجهت اليه الاحزاب، لكن لم يكن هناك اتفاق نهائي لانه لا زالت هناك جلسات مع باقي الاحزاب، هتبقى يوم الثلاث الجاي ويوم الخميس الجاي. طيب حضرتك شايف حتى لو كان في اتفاق نهائي، ايه مدى التزام الحكومه بتنفيذ مقترحاتكم؟ يعني هو بلا شك انه ليس هناك توحد في المقترحات، ولكن في شبه اجماع على بعض المقترحات اللي توجهت اليها الاحزاب، مثل ان تتحول القوائم الى 8 قوائم وليست الى 4 قوائم كما هو الحال. واتصور ان دي الحكومه مقتنعه بهذا الكلام، وغالبا فما سوف تستجيب اليه. اما باقي الامور المتعلقه ب طلبات بعض الأحزاب سواء من حيث تعديل النسب لتكون 20-40-40 في أمور معينة تعوق الأخذ بها، وإن كنا قد أوضحنا أن لدينا خطوط حمراء يتعين على اللجنة أن تراعيها، وأهمها ألا تزيد في عدد أعضاء مجلس النواب، لأنه إذا ازداد مجلس النواب عما هو موجود عليه لترتب على ذلك حتما عدم قدرة المجلس على مباشرة مهامه. تمام، لأنه في مجموعة مقترحات بتطالب أنه العدد يكون 600 يا فندم. هذه كارثة تعني أن مجلس النواب الذي سوف نوكل إليه هذه المهمة الجسيمة لن يستطيع أن يؤديها على نحو مطلق. لأنه لو حضرتك في 600 نائب موجود في المجلس هيناقش القانون أو أي قانون من 10 مواد، وقام 10% من الأعضاء اتكلموا، فال10% اللي هيتكلموا لو ادينا لهم 5 دقايق كل واحد هياخد ال10% 60 في 5 يعني 300 دقيقة. 300 دقيقة يعني نحن نتحدث عن عدد من الساعات التي سوف تمر في مناقشة مادة واحدة. صحيح. فما بالك إذا ناقشنا ال10 مواد. صحيح. طيب. هنا معناها بنحكم على المجلس بصعوبة إتمام مباشرة مهام. طيب حضرتك شايف أنه يعني أنه الحكومة لن تأخذ يعني في المقترحات اللي بتطالب بتغيير جذري في قوانين العملية الانتخابية نفسها، لأنه ده هياخد وقت أطول من المطلوب، مش كده؟ هياخد وقت أكتر من المطلوب، وهناك الكثيرين. وهو في اتهام اساسا للحكومه ان هي يعني هتطيل المده، او ان هي بتلتف حول هذا الامر، وبعد كده رئيس مجلس الوزراء نفى هذا الامر وقال انه اشاعه. لا، هي اطاله المده او ان الحكومه بتتقاعس في اتمام العمليه الانتخابيه، ده ما هواش توجه الحكومه، ده قولا واحدا تاكدنا منه اليوم فيما يتم، دي مش صحيحه. لكن هي القضيه كلها، هل من الممكن ان احنا نعيد تاني هذه الامور ثم نعيد نظرها واعادة صياغتها مما يعرضها الى عدم دستورية في اي حال من الاحوال؟ القضية دي احنا عاوزين نخلص منها، احنا عاوزين نصحح المواد اللي موجودة في القوانين الحالية حتى تؤدي عدم الدستور، حتى تؤدي الى التحقق من عدم وجود عوار دستور، عشان نستطيع نضمن ان هذا المجلس القادم سوف يتمكن من اتمام مهمته ولدورته القادمه حتى على الاقل. ده اللي احنا كنا بنشدد عليه في هذه الدائره.
طيب أنا بشكرك جدا الدكتور يحيى أدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، ومعانا دلوقتي الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري وعضو الحزب المصري الديمقراطي. تحياتنا لك يا دكتور. أهلا وسهلا بك يا فندم. حضرتك الحزب المصري الديمقراطي كان ممثل النهاردة في الأحزاب اللي حضرت أولى جلسات الحوار المجتمعي. أيوة. كان موجود الدكتور محمد أبو الغاز رئيس الحزب، وكان موجود وكنت موجود أنا. تمام. حضرتك طلعت بإيه من هذه الجلسة وهذا الاجتماع الأول؟ يعني هو اجتماع نقدر نقول إنه اجتماع إيجابي. إيجابي. حضروا رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، وحضروا وزير العدالة الانتقالية وشؤون المجالس النيابية المستشار إبراهيم هنيدي، وحضروا عدد من أعضاء اللجنة العليا للتشريع المنوط بها إعداد القوانين، وحضرته بعض الأحزاب السياسية في مقدمتها حزب الوفد والمصر الديمقراطي والتجمع وعدد من الأحزاب الأخرى التي تعبر في مجملها عن التيارات المحافظة في السياسة المصرية، بجانب الأحزاب التي تعبر عن التيارات المدنية والتيارات الليبرالية. يعني أنا في 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 هذا الوقت القصير أستطيع أن أنا أقول أن كان في توجهين. أيوة. داخل الاجتماع، توجه يرى معالجة العيوب التي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في قانون تقسيم الدوائر أو في قانون مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لمزدوج الجنسية، والتقدم أماما في العملية الانتخابية بكافة القوانين. وتوجه آخر أنا كنت بعبر عنه أن هناك عيوب دستورية كثيرة، وهناك عيوب تتعلق بالملائمة السياسية في كثير من. طيب ازاي حضرتك كفقيه دستوري شايف انه احنا نقدر يعني نخرج من هذه العيوب وسريعا بدون مضيعه للوقت؟ طبعا وما نعيدش تاني الامر انه يبقى في عوار دستوري اخر بعد ما يتم تمثيل المجلس. يعني انا في كلمتي قلت ان احنا من الممكن ناخذ بالطريق السهل ونصلح العيوب التي أشارت إليها المحكمة الدستورية العليا، إنما قد يأتي بعد هذا مجلس نواب قلق يواجه بطعون دستورية أخرى لم تطرح أمام المحكمة الدستورية العليا. فأنا طالبت بأن تتم مراجعة شاملة لقوانين مجلس النواب وقوانين مباشرة الحقوق السياسية وقوانين تقسيم الدوائر، ووجهت نقدا حادا للنظام المعمول به حاليا 80% فردي و 20% قوائم بتشمل الفئات المحمية دستوريا والنشطاء أو الرموز السياسية. وهل بقى هناك اتجاه إلى أخذ الأمر بجدية ومناقشة كافة العيوب المحتملة لعدم الدستورية، أم محاولة الإبقاء على ما هو كائن وتلافي العيوب التي كشفت عنها والبناء عليه، محاولة الإبقاء على ما هو كائن ومحاولة البناء عليه علشان لا نهدر أي مزيد من الوقت؟ هذا الاتجاه كان موجود، يعني أكثر من واحد من الموجودين قالوا يعني الإبقاء على ما هو كائن ومحاولة البناء عليه، منهم الأستاذ حافظ أبو سعد والأستاذ مصطفى بكري وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية. طيب يعني ختاما وفي عجالة لو سمحت يا دكتور نور عشان وقتي بينتهي، حضرتك متفائل من هذه الجلسة؟ لابد أن نكون متفائلين، لأن مجرد أن تستمع الحكومة إلى مختلف الآراء سواء اتفقنا معها أم لم تتفق أم لم نتفق، هذه مبادرة إيجابية. تمام تمام. أنا بشكرك شكر جزيل دكتور نور فرحات عضو الحزب المصري الديمقراطي والفقيه الدستوري. الحقيقة يعني الموضوع ربما يحتاج إلى إلقاء الضوء على مزيد من التفاصيل، لكن ده اللي حاولنا إن إحنا نبرزه من خلال حلقة النهاردة، وخصوصا بعد الاجتماع الأول لجلسة الحوار المجتمعي حول قانون أو قوانين مجلس النواب اللي حكمت المحكمة الدستورية
ببطلان الكثير منها وده ادى الى عوار دستوري. مش عايزين نرجع تاني يا جماعه نعيد الامر بمجلس نواب ضعيف قابل للطعون ونرجع للمربع الاول. احنا قلنا زي ما ذكرت انا في البدايه عايزين مجلس يكون عونا للرئيس وليس عبئا عليه. بكره هيكون معانا موضوع جديد هننتظر اراء حضراتكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم عليه، هو الاحتفال بيوم اليتيم. هل تعتقد ان في اهتمام كافي من الدوله في رعايه الاطفال الايتام؟ ولا ايه اللي ناقص؟ كيف نتعاون لمساعده الطفل اليتيم في الاحتفال بيومه؟ وهل تؤدي دور الأيتام واجبها نحو هؤلاء الأطفال؟ وما الذي تقترحه لتشديد الرقابة عليها؟ طبعا احنا لا نستطيع ان نغفل انه اول جمعة من شهر ابريل بتبقى يوم اليتيم ويجب ان تتكاتف جميع الجهود، وزي بالظبط عيد الام ان احنا مش بس هنكرم الام في عيدها، لا ده لازم ده يحصل طول السنة، وده كمان بالنسبة ليوم اليتيم لازم يحدث طول العام. لكن احنا في يوم اليتيم بنفكركم يا جماعة نشوف ايه النواقص ونشوف ايه المقترحات حتى نمسح دمعة اليتيم اللي بيعيش في هذه الدنيا وحيدا. كيف ممكن ان احنا نبني من اليتيم شخص قادر على البناء والنهوض وفرد مواطن من مواطني هذه البلد. تحياتنا لحضراتكم، شكرا للمتابعه، وبننتظر ارائكم واقتراحاتكم بكره عبر وسائل التواصل وخصوصا فيسبوك رايك بصوتك. والى اللقاء غدا ان شاء الله، نشوفكم على خير مع تحيات اسره رايك بصوتك.